وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سجلت أول رد فعل خارجي على استقالة بوتفليقة، حيث قالت أن مستقبل الجزائر يقرره شعبها. في مؤتمر صحفي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو أكد أمس أن الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية. وكان بوتفليقة قد أعلن أمس استقالته من رئاسة البلاد قبل انتهاء عهدته الرئاسية المقرر نهايتها في 28 من أبريل الجاري.